بوه كفت بسم الله عليك. هذا واحنا باقي ما بدينا بالرعب. هلا وسهلا بالجميع، شرف ماشي مسوين ان شاء الله بخير. الكلام هذا ما يصير تقريبا سنتين بدون ما انزل حلقه جديده من قصص عبد الله. والله ما ادري الوقت هذا كيف مضى. 21 ديسمبر سنه 2021 نزلت لكم حلقه قصص عبد الله من تاليف الكاتب الاسطوري الرهيب فهد. بعدها بوف اختفت سلسله قصص عبد الله، ما نزلنا منها حلقه جديده، وكثير ناس طلبوني حلقه جديده من هذه السلسله الين ما استحيت على وجهي وقلت خلاص لازم انزلهم حلقه جديده من هذه السلسله لا ونسوي لهم انترو جديد خاص بالسلسله هذه. جدا متحمس اني اسمعكم قصه اليوم، اتمنى انكم تكونوا متحمسين. بس الاجواء ما هي اجواء قصه رعب. دقيقه خلونا نضبط الاوضاع. بسم الله. اعتقد الان صرنا جاهزين. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده رسميه من سلسله قصص عبد الله. ليتس جو. يوم التقاعد من أكثر الأيام اللي حسيت فيها بمشاعر متلخبطة ومضطربة في حياتي، خصوصا بعد ما قضيت اليوم الأخير اللي بمكتبي واللي كنت أودع لآخر مرة. يا الله، أكثر من 30 سنة قضيتها في هذا المكان اللي حرفيا صار بيتي الثاني، وما بين وداع الزملاء اللي صاروا أكثر من أصدقاء والحفلة الوداعية اللي فاجأوني فيها قبل كم ساعة من خروجي، جاء الوقت اللي أوقع فيه على أخلاء طرف وأتركهم بسلام. ما كنت قادر أوصف المشاعر اللي تدور بداخل. حزن كبير على فراقي لوظيفتي اللي كبرت معاها وتعلمت بسببها اشياء كثير، وسعادة اكبر لاني راح انتقل واخيرا للمدينة اللي يسكنون فيها امي وابوي اللي كبر فيهم العمر وصار لازم اكرس اهتمامي كله لهم. وبالفعل انتهى ذاك اليوم وطلعت من عملي وتوجهت مباشر للبيت. بديت ارتب اغراضي واطلع الاشياء اللي راح اشحنها بالطيارة واتخلص بنفس الوقت من الاغراض اللي ما احتاجها، الين ما حسيت ان التعب تمكن مني. قررت وقتها اريح وانام واصحى بالليل وانتهي من فرز وجمع الاشياء الباقية اللي بالمناسبة كانت خفيفة مقارنة بالحاجات اللي انا بالفعل انجزتها. صحيت بشكل مفاجئ على صوت سيارات الشرطة اللي كانت تمر بالحي، نورها الأزرق والأحمر انعكس على شباك غرفتي. فزيت بانزعاج ورفعت جوالي. كانت الساعة حوالي 10 بالليل، وبما أنها ليلتي الأخيرة هنا قاومت النوم والتعب ونهضت لجل أكمل باقي أغراض البيت. وفعلا بعد ساعة بالضبط انتهيت من كل شيء وما تركت حرفيا إلا كرسي واحد كان متواجد بالبلكونة الخلفية للبيت، واللي قررت اني اشيله بعد ما انتهي من كوب القهوة اللي راح اشربها بعد كل المجهود اللي بذلته. قعدت اشرب قهوتي واخذ رشفة ورا ثانية، وبنفس الوقت قاعد اتأمل حديقة بيتي الخلفية للمرة الاخيرة. حاولت استمتع بكوب القهوة هذا قدر المستطاع واتجاوز اصوات الشرطة اللي كان منتشر بكثرة بالحي، على الرغم من اني مستغرب لانه حينا ما تجيه سيارات شرطة كثير. ما كنت اعرف ايش اللي كان قاعد يصير لان كان كل همي وقتها اني استمتع بكوب قهوتي الاخير. وبالفعل تجاهلت الموضوع ورفعت جوالي علشان اتصفح، ولكن فجأة سمعت صوت خشخشة صادرة من بين الشجر الكثير من ناحية السور الفاصل بيني وبين جيراني اللي بالخلف. تنرفزت لحظتها لأني تذكرت الفتحة الكبيرة الموجودة بأحد جهات السور اللي يفصل بيني وبين جاري، واللي كان دايما يتسلل من خلالها ولد جارنا الصغير المزعج، وأحصلها دايما يلعب بالحديقة حقتي نظرا بأن بيتهم صغير وما فيه مساحة كافية للعب. بيني وبينكم الوضع هذا كان مسبب لي قلق وما كان عاجبني. أكثر من مرة كلمت جارنا أبو الولد وقلت له أنه لازم تصلح الفتحة هذه لأن موضوع ولد الصغير مسبب لي قلق ويعتبر برضو يعني اعتداء على ممتلكات الغير، ناهيكم انه كان بعض الاحيان يخرب ارضي الزراعيه ويكسر ادوات زراعيه اكون شاريها بسعر مرتفع. الوضع كان ابدا ما ينسكت عنه، ولكن الشيء اللي خلاني استبعد فكره انه صوت الخشخشه هذا يكون مصدره ولد جارنا هو ان انوار بيت جارنا طافيه. يس، طافيه من اسبوع كامل. كان جارنا وقتها مسافر المدينه ثانيه يقضي فيها اجازته السنويه ومع اهله. تغاضيت وقتها عن كل اللي صار واقنعت نفسي انه لعل الصوت هذا يكون مصدره نسمة هواء وانا قاعد ابالغ بالفكرة، وعلشان كذا رجعت اشرب قهوتي بكل هدوء. ولكن فجأة رجع الصوت يتكرر لأكثر من مرة. تركت وقتها كوب القهوة على البلكونة وقررت اني اروح اتبع هذا الصوت. كنت امشي بحذر شديد بحجة ان الرؤية شبه معدومة والليلة كانت مظلمة جدا، وبعد ما قربت للمكان وتحسست الفتحة الموجودة ما كان في اي احد. لا دقيقة، انا سامع الصوت بإذني قبل شوي، وبعدين لحظة ايش صوت الخطوات هذا اللي سمعته فجأة؟ يا الله وش اللي قاعد يصير؟ توترت وقتها، ولكن قررت اتكلم بصوت عالي ومسموع واقول هذه الليلة الأخيرة اللي راح أشوفك فيها يا محمد، راح أشتاق عاد حتى التسللك حق حديقتي.
وأنا كنت قاعد أقول الكلام هذا بصوت عالي قربت للسور وألقيت نظرة على بيت جارنا لكنها كان مظلم ولا فيه أي أثر للحياة. دقيقة، معقول يكون رجعوا من السفر ولكن تعبانين فقرروا ينامون على طول وما انتبهوا الولدهم الصغير محمد طالع بالحديقة وبهالوقت المتأخر والوحدة؟ هذه الجملة الوحيدة اللي طرأت بداخلي وقتها لين ما قررت أني أرجع للبلكونة وأكمل قهوتي اللي أنا متأكد أنها صارت باردة الحين. وبالفعل مشيت وأثناء ما كنت راجع وقبل أحط رجلي على درج البيت سمعت نفس صوت خطوات الجاي من وراي، ولكن المرة هذه كانت أقرب. التفت بسرعة وتكلمت بغضب وقلت أنت وش قاعد تسوي بهالوقت؟ ادخل بيتكم ونام من بكرة، تعال اسرح وامرح بالحديقة زي ما تبي لأنك ما راح تشوفني هنا مرة ثانية. وقفت كلامي فجأة وعيوني قاعد ناظر للشخص الغريب اللي دخل الحديقتي الخلفية وكان واقف بوسطها ويناظر فيني بكل هدوء. تراجعت للخلف بصدمة، حاولت أميز ملامحة وأتعرف عليها لكن ما قدرت. أذكر أنه بشرته كانت سمرة وكان أصلع الراس وطوله وزنه متوسط. توقعت وقتها بأنه ممكن يكون هذا الجار صاحب البيت اللي جنبي أو مثلا واحد من إخوانه، ولكن دخل حديقتي بالغلط. لكن اللي خلاني أستبعد الشيء هذا هو لحظة ما شفت ولمحت فيها سكينة صغيرة بيده اليمين. رفع يده وقتها وحطها على فمه وكان يشير بإني ألتزم الصمت، ويده الثانية كان يأشر لي فيها بإني أقترب ناحيته. انتابني وقتها شعور خوف ما قد حسيت فيه بحياتي من قبل. تراجعت خطوة لورا وكنت ألاحظ أنه جالس يتحرك وكان ناوي ينطلق اتجاهي، ولكن بحركة سريعة دخلت البيت وقفلت الباب وراي. حاول يلحق وراي ويمسكني ولكن ما قدر. جلس يخبط الباب بكل قوته ويحاول يدفع، كان يحاول يدخل البيت بكل قوته، كان يحاول ويحاول لين ما بلحظة وقف. حطيت عيني على فتحة الباب وشفته وهو يركض لين فتحت السور وخش فيها واختفى من المكان كله. قررت وقتها أدق على الشرطة ولكن ترددت لأسباب كثيرة. ذكرت أن الشرطة مدينتي هنا جراءات بحثهم جدا طويلة، ممكن يدخلون لكم متاهات وأسئلة ما لها نهاية، وخفت أخرب على نفسي ممكن يخلوني اقعد كم يوم زياده وانا ما عندي اي استعداد اني اقعد. خلاص سيارتي في الصباح. اجزمت وقتها انه الشخص هذا اللي دخل حديقتي هو اكيد واحد من عصابات السطو المنتشره هالفتره بمدينتنا واللي كانوا الشرطه يحذروننا منهم دائما. لكن اللي طمني وقتها انهم كانوا يقولون انهم ما يدخلون البيوت. كيف ما يدخلون البيوت؟ والرجال هذا دخل حديقتي ولو شد حيل شوي كان ممكن يكسر الباب ويدخل علي، والله وحده يعلم ايش كان ممكن يصير وقتها. قفلت وقتها كل ابواب البيت واخذت سكين من المطبخ لاجل احمي فيها نفسي، وجلست وقتها بغرفتي خايف جدا. عد الوقت بطوله وثقله الين ما غلبني النوم مره ثانيه ونمت بعد ما تاكدت من ان المحيط اللي حولي كله صار هادي. في صباح اليوم الثاني وأثناء ما كنت قاعد أسوي قهوتي وأتجهز أني أغادر بيتي والمدينة هذه كلها، كنت مشغل نشرة أخبار المدينة الصباحية وكنت معطي التلفزيون ظهري إلين ما تكلم المذيع وذكر جملة خلتني ألتفت بسرعة وحسيت بكمية خوف وقشعريرة تغلبت على كل جزء من أجزاء جسمي. كانت الجملة تقول تمكنت شرطة المدينة بالإمساك بأحد السفاحين والقاتلين الأشهر والمطلوبين للعدالة منذ سنوات طويلة في أحد الأحياء النائية بالمدينة، وقد تم السيطرة عليه بعد سلسلة من المطاردات التي دارت بينه وبين الشرطة التي تمكنت أخيرا من القبض عليه بعد أن أتمم ليلة الأمس 3 جرائم قتل جديدة. كنت أطالع التلفزيون وأشوف كاميرا الصحافة وهي قاعدة تغطي هذا الحدث، والمصيبة إنهم كانوا قدام بيت الجيران اللي وراي بالضبط. حتى قدرت ألمح أجزاء من بيتي ظاهرة بالتصوير بكل وضوح. يا ساتر إيش من ليلة كانت بتكون لولا الله ما لطف بالحال. شربت رشفة من قهوتي وطلعت من البيت وغادرته للأبد، وطول الطريق وأنا أفكر بالشخص اللي شفته همس بحديقة بيتي اللي أول ما سمعت صوت خطواته كنت أحسب أنه ولد جارنا الصغير جاي يلعب، ولكن بلحظة تبين بأنه كان قاتل وسفاح متسلسل نجوت منه بأعجوبة قبل ما يقضي على حياتي.